ننتقل الآن إلى إمارة الشارقة لمتابعة افتتاح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالإمارة. لا يمكن المنتدى أن نتغافل عن إجابة هذه هي إذن الكلمة الافتتاحية للمنتدى. المنتدى يحضره حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، الرئيس اللبناني السابق أيضا ميشيل سليمان ضمن ضيوف هذا المنتدى، والمبعوث الأممي السابق إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، عبر تغيير أنماطها وتطويرها لتكون في مستوى تطلعات الجمهور. طبعا هذا يوسف، هذا المؤتمر سيستمر لمدة يومين، هناك مشاركة أكثر من 40 قيادة سواء كان على المستوى العالمي والإقليمي كما ذكرت، بالإضافة إلى غدا في اليوم الثاني من هذا المنتدى ستكون هناك أيضا كلمة لرئيسة ليبيريا. دعنا نستمع قليلا. أنا سعيد جدا بحضوركم وبحضور موظفي الاتصال الحكومي في إمارة الشارقة والجهات الحكومية والاتحادية في الدولة، وسعيد أيضا بتواجد طلاب وطالبات الاتصال الحكومي في جامعاتنا في الدولة، والذين نعول عليهم لتطوير هذا القطاع في المستقبل. وأتطلع أيضا لسماع مشاركاتكم ومداخلاتكم لتطوير أنفسنا وتطوير هذا القطاع في دولتنا والمنطقة. فهذا المنتدى وجد من أجلكم، فأهلا وسهلا بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهلا وسهلا بكم في إمارة الشارقة وفي المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الرابعة، متمنيا لكم إقامة سعيدة ومعلومة مفيدة ومنتدى ناجح بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان هذا جزءا من الكلمة